إطار الاستثمار الذي أقره السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي فتح عبر المنصة الرقمية للاستثمار، سيكون استثمار واعد بولاية النعامة، حيث يسعى والي الولاية السيد الونس بوزكزا على جلب أكبر المشاريع والمصانع لامتصاص البطالة وجعل الولاية ولاية اقتصادية بامتياز، وهو دخول أول مشروع صناعي لشركة رائدة في صناعة الورق مع الشركة الأجنبية النعامة، ومشروع في صناعة الورق من طرف الشركة المعروفة جنرال لومبالاش. هذا بعدما تمت الموافقة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وخذا كل الوثائق تاعو، يعني عقد الامتياز. واليوم رانا كما نقولوا هذا المشروع الضخم وضخم جدا اللي راح يوظف 1500 منصب شغل في الانطلاقة تاعو، اكثر من 3000 غير مباشر، ويتربع على مساحة بهذه المنطقة الصناعية حوالي 30 هكتار. هذا المشروع كما قلت اليوم راه ان شاء الله في الاجراءات الاخيره في الانطلاق تاعو ان شاء الله بعد في الدخول الاجتماعي برخصه البناء. ونقول هذا مشروع اضافه، اول مشروع في ولايه النعامه بهذا الحجم ومن المشاريع الكبرى في اطار القوانين الجديده تاع الاستثمار اللي حظيت ولايه النعامه بهذا المشروع الضخم اللي هو امل وافاق كل مواطن هذه الولايه. حنا رحبنا بهم، واليوم شي الاضافه في شركه اجنبي معهم ودي جابوني، شركه معروفه على المستوى العالمي، وان شاء الله هي مختصه في هذا الجانب تاع صناعه الورق، حتى هما راح يكونوا اضافه للولايه تاعنا. كما العاده ترحيب حار بالنسبه للمشروع. هنا المشروع يتجسد ان شاء الله، دينا لاكت دو كونسيسيون لا ديرنيير فوا، ان شاء الله من على سبتمبر اون ديبوزي لو بيرمي دو كونستروير لي ديرنيير روتوش تاع لي بلان، والانطلاق الرسمي تاع المشروع في انجازه ان شاء الله قبل نهايه السنه. السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم عندنا هنايا مسبح هات في ميلود. صار بليزير انا مسبح هات في ميلود، هنايا اجواء رائعه، هنايا الاون فامي مع العائله مع الصغار، داري هنا مساكين كاع فرحوا هنا مساكين هنايا في هذا المسبح هذا. صار بليزير وشبيك لكم الخدام هنايا الميطناجر هنايا السلام عليكم، انا سموني سناء، اليوم جيت مع والدي المسبح هات في ميلود، عجبني بزاف الاجواء والميطناجر على الصغايا، عجبوني بزاف الاجواء وان شاء الله والدي يجيبوني دائما هنايا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مرحبا بكم في ملعب ميلود هاتفي. نشكر تحياتنا المدير ملعب هاتفي، ونشكر لا سيكيوريتي هنايا، ونشكر ثاني قناة الجزائرية بحضورها هذا، ونشكر كل العائلات ومرحبا بكم. وراه كاين كلشي هنايا، كاين كلشي بالسوام، والماكلة كاين، كلشي راه بالسومة، مرحبا بكم، الله يبارك ما شاء الله. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر مدير المركب الرياضي على فتح هذا المحفل، وهذا المسبح يكون للشعب وفي فايدة الشعب وأسوام جد هائلة، ونشكر جميع القائمين على هذا المحفل، ونشكر العمال المعاونين المساعدين من ونشكر كافة الشعب اللي راه متعاون معنا ومتضامن معنا وراهم متساهلين معنا، وعندنا هنا كل شيء، عندنا المسبح، عندنا وين تاكل، عندنا كل شيء، مرحبا بكم وان شاء الله موسم اصطياف سعيد وقبل العام الجاي ان شاء الله. شكرا. انا اسمي امينه، راني في متواجده في مسبح ميلود الهاتفي، وراني مع والدي وحراسه جيده، ونشكر عمي تبون. السلام عليكم. أربعين كيلومترا عن تلمسان تنزح أبرار وأقرانها نحو رياضة الكاراتيدو، لربما تشهد هذه القاعة ميلاد بطل أو بطلة عالمية في التخصص. احنا ماذا بينا نعلموا هاد لي زاتليت هادوما، نوصلوا هاد الأمانة كما أنا علموها لي، ماذا بينا نعلمها لهم.
هذه رياضة جد مفيدة للأطفال، فيها حاجة تاع الدفاع عن النفس، ماذا بينا نعلموها لهم. راني باغا ان شاء الله نمشي لقدام، ان شاء الله الى ربي كتبنا نوصل هاد الاطفال للحزام الاسود ونخرجوهم للبطولات الولائيه والجهويه والولائيه وممكن حتى الافريقيه والعالميه. انا رياضه الكاراتيه نبغيها بزاف لخاطرش تطور من القدرات تاعي والتفكير العقلي، وهي بالنسبة لي أحسن رياضة، أحسن رياضة عندي لخاطرش ندافع عليها بنفسي، إن شاء الله ندوم ونوصل للحزام الأسود. تحرص المدربة وبشغف على تلقين تلامذتها أبجدياتي الرياضة وتجعل منها ندا لكرة القدم. انا دخلت الكاراتيه باش ندافع على النفس والعقل، وان شاء الله نكون ناجحه في المدرسه ونكون ناجحه في المستقبل. رغم شح الامكانات الا ان شغف الاطفال وولعهم بالرياضه يبعث الامل في نفوس ساكنتي المنطقه، لعل احد هؤلاء يقول مستقبلا العزايل لا تزال حاضره. جميل أن نكون حاضرين في تكريم العلم وأبنائنا لهذه الحصة على هذه الشهادة، هذه البكالوريا، ونحن نكون سعداء أنهم إن شاء الله أن ربي يوفقهم إن شاء الله في دراستهم في المحطات القادمة الجامعية وحصول شهادات أعلى. أنا طالبة مختار ليليا متحصلة على شهادة البكالوريا شعبة لغات لغة إسبانية بمعدل 17.51. نحن متواجدون اليوم في حفل تكريم الولائي في ولاية تلف. أتقدم بالشكر لجميع منظمي هذا الحفل ولجميع المساهمين من أساتذة وأولياء في نجاحي في هذه بهذا المعدل المشرف. I would like to express my feelings towards all the teachers that have helped me throughout all this year to get this high score of baccalaureate. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. I'd like to thank God, who helped me, who is the most caregiving, the most the caregiver, and my parents, who are whose gifts are only second to God's, as well as the teachers, the from both my middle, from both the blind school and Schliff. And the secondary school one. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكركم على هذه المبادرة القيمة ونشكر العائلة تاعي ونشكر كل الطاقم التربوي، بارك الله فيكم. أنا الطالبة لعود لينا متحصلة على شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات بمعدل 18.90 من ولاية شلف ثانوية المرسى ثانوية الشهيد مبروكة بن نونة. الحمد لله نحمده ونستعين به، فهو ذو الفضل وهو صاحب كل التوفيق من لدنه سبحانه وتعالى. ثم الشكر للوالدين على دعمهما المادي والمعنوي، كما نشكر أساتذتنا الذين كانوا